بنرحب بالفنانه الجميله حنان مطوع اللي منورانا النهارده في بوابه اخبار اليوم. ميرسي، ربنا يخليكي، انت اللي منوره وكل الساده القراء والمشاهدين منورين. برجلك النهارده على فيلم بعد الطوفان، وعايزينك تكلمينا عن الفيلم ودورك في الفيلم ايه؟ الله يبارك فيكي. بعمل شخصيه ياسمين، دي دكتوره مصريه بتعمل رساله الدكتوراه بتاعتها عن الفساد السياسي اللي كان موجود في فتره الرئيس الاسبق حسني مبارك، وهي مقيمه في انجلترا، هي من اب وام مصريين، بس عارفه المغتربين دول اللي هي تقريبا ما تعرفش حاجة عن مصر غير ولائها الشديد وحبها ومتابعتها المستمرة للأخبار. وبتنزل بقى مصر، وخلال رحلتها هنا في مصر بيتكشف كتير جدا من الحقائق من خلال أبطال الفيلم، النجم الكبير أحمد عزمي، وأختي وصديقتي هبة مجدي، وأختي وصديقتي ريهام حجاج، وكل السادة الأبطال. الفيلم خد وقت طويل قبل ما نزل في السينما، 3 سنين. هل انت شايفه نزوله دلوقتي هيحقق نجاح اكتر، ولا كان لما كان هينزل في نفس يعني وقت الثوره كان هيحقق نجاح اكتر؟ والله يقدر الله ما شاء فعل، يعني الخيره فيه مختاره. والله الواحد عليه الاجتهاد، وما ما يعني ما بتضمنيش، لا بتضمني ميعاد العرض ولا بتضمني النجاح. نجاح حاجه فعلا حزبه كده سريه جدا خاصه بالله سبحانه وتعالى، بس يعني بتمنى له النجاح. انتوا صورتوا الفيلم ده في ظروف معينه، ايه اسوأ الحاجات اللي واجهتكم وانتوا بتصوروا الفيلم؟ وعدم وجود امن، لان احنا كنا بنصور بعد اسابيع قليله من تنحي مبارك. مفيش امن خالص، مفيش ولا ضابط ولا عسكري ابو بندقيه خالص، مفيش حد. مفيش غير رجاله اسكندريه الجدعان، لان احنا مصورين في اسكندريه، وكان طبعا مغامره كبيره قوي ان احنا نصور في الماكس، بس برضو اللي حمانا فعلا رجاله الماكس وبيوت الماكس اللي اتفتحت لنا كلها حتى عشان اجهز فيها. يعني كان يعني فعلا السحر البلد دي في نفسها. عايزين بقى نتكلم عن تعاونك مع كرو العمل والمخرج حازم متولي. حازم صديقي، صديق ميدان، صديق 18 يوم 25 يناير. شافني في كل حالاتي، في حالات الفرح قوي والإحباط، إن احنا كانت حالتنا المزاجية مرتبطة قوي بالحراك السياسي وردود الأفعال السياسية. تلاقينا يوم يعني الصبح بنعيط، بالليل فرحانين، تاني يوم محبطين لأن الخطاب ما كانش على مستوى السخونة بتاعة الشارع. فهو شاف كل الحالات دي وحط في شخصية ياسمين اللي هي اللي موجودة في الفيلم، أحد أبطال الفيلم، حط كتير من روحي اللي شافها في الميدان بصراحة. كمان بقى تعاونك مع هبة مجدي وأحمد عزمي. أحمد يعني رفيق طويل، في يعني ده خامس أو سادس مسلسل يعني عمل نعمله مع بعض أو يمكن أكتر. سعيدة جدا بالشغل معاه، هو فنان حساس وموهوب شديد الموهبة الحقيقة، وأتمنى له كل التوفيق. هبة مجدي أختي، ويعني من ساعة ما احنا خلصنا أغلى من حياتي، وهي أختي بالظبط زي ما كانت عاملة في المسلسل. سعيدة كمان أنا اشتغلت مع ريهام حجاج، بنوتة أمرايا وليها مستقبل كبير، وكل الشباب اللي موجودين، ومجدي بدر، وكان ليا شرف كبير إن أنا اشتغل مع مدام هالة فاخر، عاملة مشهدين بس غول تمثيل، مع مدام مها بعوف الأمرايا، مع أستاذ صبري عبد المنعم، مع كل الناس. الحقيقة بشكر شكر خاص جدا أشرف صقر وأشرف حامد وإيهاب حامد منتجين الفيلم، لأنهم خدوا مغامرة كبيرة قوي إنهم يعملوا فيلم زي ده في وقت زي ده. بنبارك لك على مسلسل الدهشه مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، وكلميني بقى عن التجربه الجميله اللي انت داخلها خلاص الاسبوع الجاي. والله يعني احتمال يبقى من اهم نقاط حياتي او تحولات في حياتي، لان الدور مهم قوي، يعني خطير خطير خطير. ده غير انه طبعا مع نجم كبير، مع الاستاذ الدكتور يحيى الفخراني اللي ليه الشرف ان انا بشتغل معاه، يعني انا من عشاقه ومعجباته. اخراج شادي الفخراني، وهو مخرج موهوب جدا. بعمل بنته رابحه، بس شخصيه مش سهله ابدا، بس مش هقدر اتكلم عنها. ايه يعني سيدي؟ هو سيدي ولا حاجه بشكل عام كده؟ هو ابدا ابدا. ما فيش حاجه في السينما جديده؟ ليا قبل الربيع ان شاء الله مع المخرج والمؤلف احمد عاطف، ومع هنا شيحه واحمد وفيق، ومجموعه كبيره من النجوم والفنانين. ان شاء الله متوقع انه ينزل قريب، بس مش عارفه امتى. بعمل واحدة من المدونين، هو فيلم سياسي جدا يعني. وبعد الطوفان الحقيقة هو فيلم لايت سياسي، بس يعني لايت واجتماعي وحرش كده. لكن قبل الربيع فيلم حقيقي، فيلم سياسي جدا، وبيرصد المدونين اللي كانوا سبب مهم جدا جدا في توعية الناس لثورة 25، من اللي ساهموا في هو الفيلم بينتهي على 25 يناير. شكرا جدا ونورتينا في اخبار اليوم. ربنا يخليك.